أولاد المجالس على عشق رباها عاكس دول أولاد المجالس على عشق رباها عاكس والله رفعت رأس ولد ولايتي والله رفعت رأس ولد ولايتي. حياكم الله مشاهدين الكرام. هكذا كربلاء هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على كل النشاطات الحكومية وشبه الحكومية وأيضا التطوعية. اليوم في كربلاء وتحديدا في قلب مدينة كربلاء المقدسة وفي فلكة تربية كربلاء حيث المتظاهرين والمعتصمين السلميين. بالتأكيد وكالعادة احنا راح نلتقي بهم واليوم نسلط الضوء على مجال مهم جدا. أولا نشكرهم على حفاظهم على تعليمات وزارة الصحة وأيضا تقليل أعداد اللي موجودة بالخيم، بالتالي الشباب أيضا اللي طلعوا بدأوا يعفرون خارج الفلكة وإن شاء الله راح تكون وياهم حلقات ثانية. اليوم راح نلتقي بمجموعة من الشباب يصنعون بشكل يومي أعداد مهولة من الكمامات، هذه الكمامة اللي أنا مرتديها هي من صناعتهم من باب تشجيع المنتوج الوطني وأيضا من باب الثناء على هذا الكادر الجميل اللي مسوينا هذه التوليفة من الشباب. راح نلتقي بهم واحد واحد وراح نعرف كيف راح يتعاملون ويانا وراح يتعاملون ايضا ويا هذا الصنع وهذا التصنيع. خليكم ويانا ننتقل سوية الى الخيمة اللي تصنع هذا المجال. يعني الشباب كلهم ان شاء الله متجهزين راح ندخل وياهم. بالبداية راح نتعرف على سيد محمد اللي هو ليدر هذه المجموعة و الخيمة مكتظة بكل الشباب والحمد لله وشكر انهم مبدئين الكل ملتزم بتعليمات وزارة الصحة وايضا التعليمات يمكن ما اخذناها بالشوت الواحد. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا اخواننا. سيد محمد الشريفي دكتور مهند حياك الله مساكم الله بالخير. الله يسلمكم الله يخليكم ورحمة الله والديكم. خلي بالبداية نسولف وياكم عن هذه الخيمة وشو النشاطات دكتور اذا سوينا مجال حتى الله يسلمك. تمام سيد محمد بالبداية عرفنا عن اسم خيمتكم وشو وقت بدأت هذه النشاطات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بكم وأهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. بالنسبة لاسم الخيمة خيمة الشهيد ريمون سالم بدأ النشاط بعد ما بدأت أزمة كورونا ابنة بالعراق. الله يعديها إن شاء الله. إن شاء الله تعدي على خير وسلامة وسلام الشعب العراقي والشباب ما توانوا عن أداء واجبهم الوطني تجاه الشعب العراقي وإن شاء الله إحنا بلشنا نشتغل وإن شاء الله مستمرين الحين انتهى الأزمة. إن شاء الله. إن شاء الله الأزمات كلها منتهية بوجود هج الشباب. سيدنا إذا تسمح لي راح ألتقي بقية الشباب وأرجع لك. خلينا نبدي ويا أخونا. السلام عليكم. حياك الله. الله يسلمك. اسمك بالخير؟ أنا سيف كامل. سيف. حياك الله سيف. سيف شنو شغلك أول شيء عرفنا عن شغلك هنا؟ أنا كاسب وطالب وهنا أنا دا أشتغل. الله يوفقك. متطوع. بالورا ما بدت الأزمة مال الوباء. شلنا هنا أنا معتصمين بعدها حاولنا نشارك نفيد المجتمع. فرق التعفير توزيع السلات وهسه حاليا نشتغل كمامات ونزود الناس المحتاجه. تمام. انت سابقا اصلا خياط؟ لا مو سابقا خياط والله انا طالب وكاسب بس. الله يوفقك ان شاء الله. طالب اي مرحله زين؟ سادس اعدادي. موفق ان شاء الله. طموحاتك للدراسيه خلينا نقول ان شاء الله بس تخلص هاي الازمه نرجع للدراسه ونكمل ان شاء الله. لا طموحاتك انه راح توصل ان شاء الله. والله انا مفكر ادرس كليه فلسفه واكمل ان شاء الله. شنو دخل الفلسفه بال كمامات؟ خل اربط لك اياها. هذه فلسفه وطن. لا لا هذا واجبنا الوطن. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا سيف. الله يوفقك. محمد الاسدي او الختام ختام هذه المجموعه اللي يختم. محمد اول شيء شنو اللي تختمه؟ حتى يختمه بعض عارف النفوس قاموا ياخذون من عندنا الكمامه ويبيعوها لوحده. خوش محمد نزل من البدايه. اي حربي زين. يعني هذا يسمونه بوش ها؟ من الليل للصبح ومن الصبح لليل. اي وبعض الشباب جاي يتعبون عندنا. تمام زين. أيه؟ فجاي ياخذوها من عندنا منها وتباع ب 500 دينار سعر الكمامه. انتم توزعوها مجانا؟ احنا مجانا نعطيها. زين اقرا لي شنو المكتوب على حتى ايضا ناخذها بال احرار تشرين يوزع مجانا حتى تمام. لا بعض الناس تاخذها وتبيعها. خوش. تقريبا باليوم كم ساعه تشتغل هنا؟ يعني تقريبا 5 ساعات إلى 6 ساعات. هذا شغل المجموعه كلها لو بس انت 5 ساعات؟ كفرد. 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 بقيه المجموعات خلينا نقول صارت بالتناوب يعني. مفهرسين الموضوع. موافق محمد. محمد شنو اللي خلاك تشتغل هنا؟ اولا هي من بدايه المظاهرات. انا رجال كاسب. الله يرزقك. من بدايه المظاهرات الحدث صار 6 أشهر هنا. فقدمنا اللي قدمناه ومن شفنا هاي الازمه الوطن محتاجنا فقمنا نساعد الوطن بهاي
يعني احنا ما عندنا شيء نساء نقدمه او شيء غير سوى، بس نسوي كمامات ان شاء الله. عندنا نقص حاد بالكمامات والتقديم يبدو منكم ان شاء الله. ان شاء الله، الله يسلمك. وينتهي ايضا بهذا الشباب وهذه التله المثقفه. اشكرك. شكرا حبيب. محمد الله، يعني هذه المشاعر حقيقه الوطنيه الكبيره من قبل الشباب، وهذه الجهود والوقت اللي هواي من الناس اللي متعافين، نسال الله انه يوجه لهم فد رساله بحيث انه تبين لهم انه الناس محتاجه انه توقف لهم. مو شرط انه انا محتاجك او غير محتاجك، لكن احنا محتاجين انه نشوف انه احنا متكاتفين. اخوي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هذا اقعد له يوقع، انا يعني صح وزني خفيف بس ابقى وسيم. السلام عليكم. مساك بالخير. نور الكامل. نور ما شاء الله، ان شاء الله النور بوجهك، نتمنى. نور انا احبك ترى. نور من الشباب اللي متواجدين صار لهم فتره طويله بالساحه، وايضا من الشباب اللي مداومين على هذا العمل. نور، شنو اللي خلاك تشتغل هنا؟ خلانا اشتغل اول بدايه، احنا من بدايه الساحه طلعنا انه نريد حلم وطن. ان شاء الله يتحقق هذا الوطن، ان شاء الله يتحقق اجل مستقبل واعي وزاهر بالفكر الثقافي. شنو ربط الاعتصامات والمظاهرات باللي قاعد تسوونه نور؟ جاي نسوي، انا اؤمن انه الفرد في خدمه الكل وليس الكل في خدمه الفرد. بالطبع. وهذا اكتسبه من الامام الحسين عليه السلام عندما خرج الثله قليله معه. قال انا اريد الاصلاح في امه جدي. ان شاء الله دائما الاصلاح يكون قريب منك. الثله قليله يحرر امه كامله. الله يحفظك. كم ساعه تقريبا تشتغل هنا؟ انا اكثر شيء من ورا 12 بالليل للصبح. يعني شفت الليلي اللي هو شغل خلاص بالليل؟ لا، هو الشغل من اللي يشتغلون الولد من الصبح لليل، فانا اكثر شيء اجي اقدم من ورا 12 للتسعة للعشرة. هل اقدر؟ الله يوفقك ان شاء الله. موفق ان شاء الله، وميزان اعمالك الوطنيه وايضا الدينيه. هنا انا بعز الكلام خلص الكلام الوسيم جدا. استاذ بهاء حياك الله، والله يوفقك ان شاء الله. عليك يقولون مهنتك بعيده عن هذا الموضوع. بالضبط. اول شيء عرفني بنفسك للمشاهدين. السلام عليكم. عليكم السلام. بهاء لطفي السعدي. والنعم. الله يرضى عليك. معلم وادي كوزمتك، يعني بعيد عن هذه الامور كلها. بعيد جدا. عطور وتعرفون الميك اب. الله يرضى عليكم. بصراحة من صارت هي الثورة، يعني كل احنا طلعنا وكل احنا ما وافقنا على هاي الامور، وكل احنا ردنا الافضل لأجيالنا، حتى ولو لأجيالنا مو لنا. فكان عندي وقت قصير احاول استغله بشيء ايجابي مو سلبي. من صادفت هاي الازمة عافانا الله وعافاكم ان شاء الله، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالضبط. فهذا الشيء صار عندي انا مبدا دائما امشي به بحياتي، ابدا من نفسك. فاذا انا انتقد الفاسد المفروض اكون احسن من عنده. تاكيد. انا عندي مجال الحمد لله والشكر ان شاء الله، مقصر على اهلي وعائلتي. فاذا عندي مجال، الله يرضى عليكم استاذنا الغالي، اذا عندي مجال استغله بشيء ايجابي، شيء يخدم المجتمع. فبدا بالفكره الاخ اخونا كرار حباري اليوم شويه مرهق صراحه. انتقد البرنامج قال لي ما اقدر جدا. بالضبط. الله يوفقك ان شاء الله. الله يرضى عليكم. فراح شوية استراح. بدأ بالفكرة الأخ كرار حواري وأخوي سيد محمد الشريفي. فمن شفت أنا المنشور مباشرة راسلتهم والتحقت بهاي الأبطال، وعسى ولعل أنه ناخذ جزء من ثوابهم. تمام. وتشفع لنا هاي. آمين إن شاء الله. سولف لي آلية العمل هنا، بما أنه أنت قاعد بالمرتكز وهيجي وشوف الكون. على راسي. نقطة مهمة من العمل. الله يرضى عليك. نشأت أكرم مال المجموعة. بخدمتكم. خادم رب. على راسي. الله يسلمك. كبداية أستاذنا الغالي أحب أختصر لك يعني عملنا. العمل هو أول شيء كتمويل، تمويل ذاتي ولله الحمد، فضل من رب العالمين. الله مفضل على الكل. الله إن شاء الله. إن شاء الله. هذا إذا الأخ المصور يصور لنا إياه، هذا ال القماش اللي يجي طبعا نشتري احنا ونشتري معه اللاستيك ثم يجي يتقطع هنا. هذا متوفر بالاسواق استاذ بهاء؟ والله سابقا كان متوفر، حاليا حتى هذا قام يشح يعني. وهم صار به استغلالات. يتقطع في البدايه يتقطع على شكل اشرطه، فجج احنا نسميها بالمصطلح العام. ثم تتخيط الفجة على طول، بعدين تتقطع قطع صغار، ثم تتكسر كسرات هاية حتى تكون نفس شكل الكمامة الطبية،
بعدين هي تكمل لما تكمل وتجهز تنختم مثل ما ذكر اخوي محمد الاسدي. المرحله الاخيره محمد الاسدي. نعم نعم. وتنشد رزم يجي معتمد من وزارة الصحة من دائرة صحة كربلاء. هذه الآلية الأهم ممكن نركز عليها أكثر. نعم. يجي يعني أنتم ما توزعون منها؟ لا. وإذا ردنا نوزع سأذكر لك إياه فيما بعد. التوزيع الأكبر والأهم هو من دائرة صحة كربلاء. إحنا اتفاقنا مع وتنسيقنا مع دائرة صحة كربلاء يروح عند الكمامات يتعقمن. عندهم جهاز خاص للتعقيم بحوالي 3 ساعات يتعقمن الكمامات. بدرجة حرارة غير قابلة للحرق. بعد مقاييسهم اللي بالضبط مقاييس الطبية أهل الموضوع أكيد أهل الاختصاص. ثم تتوزع على فرق التعفير وكذلك يعني على البعض وليس الكل من الحشد الشعبي لأن ما شاء الله الحشد الله يزيدهم عددهم ما شاء الله عددهم كبير وعوائل متعففة والأهم يعني هي فرق التعفير اللي ذكرتها سابقا وكذلك للأخوة اللي موجودين بالساحة حتى للوقاية حتى اللي يصير هذا الشيء موفقين إن شاء الله وعدنا الله يرضى عليكم الجميع إن شاء الله ولا سيما ما ننسى يعني الجيوش اللي ما وراء الكواليس أو ما خلف الكواليس اللي عدنا مو بس هالمكاين وهالأبطال تشوفوهم أنا سمعت عوائل يعني بالضبط عدنا من خواتنا ونسائنا الأبطال الفخر للعراق هذني شافن عدهن فد وقت فراغ ملئنا بخدمة الوطن وخدمة صالح العام الله يوفقك إن شاء الله هذا ديدن كل العراقيين الوطنيين الله يرضى عليك شلونك تقويت بالماكينة؟ أنا الحمد لله سابقا كان عندنا هاي الشغلة يعني مو بعيد علينا عندي بنطرونين دز لك يا نور خدامكم الله يوفقك سيد محمد وين ما أروح ألقاه شلونك سيد الله يوفقك أخوي السلام عليكم حبيبي أهلا وسهلا الله يسلمك اسمك بالخير إبراهيم الصفا إبراهيم شنو شغلك إبراهيم هنا؟ والله احنا سقان فصل للولد كان نجهز لهم هاي الاطوال ونعطيهم اياه هم الباقي يكملوا هناك تمام يعني انتم المرحله الاولى خلينا نقول المرحله الأساسية. الاولى اي الاساس تمام شنو شغلك التخارج او قبل التظاهرات بقال. الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله كم ساعه تشتغل هنا تقريبا احنا من الشفت الصباحي من 11 ل 12 نسلمه لليل واليوم شنو ماخذ زمنيه جايب لك يلا موفق ان شاء الله اي خوي سلام عليكم حتى انه بعد نطلع ويا سيد محمد الله يوفقك ان شاء الله اسمك بالخير الاسم علي صاحب هالجوج ابو حسين شكلك تعبان خيرك لا والله لا تعبان ولا هذا الي فخر والنعم والله ان اكون هنا واخدم بلدي واخدم الشعب العراقي الغيور والنعم منك ان شاء الله انت احد الغيار من الشباب شلون وصلت لهذا المكان وبديت تشتغل ويا الشباب هذا المكان احد الاصدقاء اللي هو سيد محمد الشرايفي على راس راد من عندنا كادر نخدم وياه بالطبخ سابقا ايام الدعم اللوجستي اللي نعم فالتمينا لهنا من يوم 25 ظلنا مستمرين بالطبخ وتعرف انت بعد صارت ازمه واجى هذا الوباء الله يبعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على كل العالم جيت لهنا شنو كنت تشتغل بالطبخ؟ بالطبخ كنا اكيد ثروه لان سامي قاعد تضرب بالهذا اي نعم الله يوفقك فاجينا لهنا اجانا هذا الوباء سيد محمد يعني نفس الكادر مالته احنا اجينا هنا نفصل تحس زيكو عدنان حمد يروح وين ما يروح كادر وياه محمد استاذ سيد محمد ما يشتغل بدون كادر فخر له اكيد هو فخر لكل الشباب وفخر لكل شاب عراقي غيور على بلده موفق ان شاء الله عندكم هذه الخدمه مخدوم ان شاء الله ان شاء الله العراق ما ينسى هاي الوقفه ان شاء الله الله يسلمك مشاهدينا هذا البارت الاول من حلقتنا لهذا اليوم راح ننتقل لبارت ثاني ويا سيد محمد برا بس بما انه الشباب تعبانين حتى نبشرهم انه احنا الراعي الرسمي لهذا البرنامج هو حلويات شانديز يعني راح يحلون ورا ما نروح مع الاسف يعني اذا القناه تقبل ناكل وياهم قبل لا نروح نبقى وياهم ناكل هسه راح نسولف ويا سيد محمد برا لان الجو هنا حار وازعجناهم شويه اخذنا من وقتهم تقبلوا تحياتنا لقاء بسيط ونرجع ويا سيد محمد اولاد المجالس على عشق رباها عافيس دول اولاد المجالس على عشق رباها عافيس والله رفعت راس ولد ولايتي والله رفعت راس ولد ولايتي يوم تلقاهم مجانين الشعائر ويوم للفتوى يلزمون السواتير يوم تلقاهم
تلقاهم مجانين الشعائر ويوم للفتوى يلزمون السواتير. زلم وينك طون غيره تربية بدر العشيرة. زلم وينك طون غيره. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية. كالعادة وكما هو متفق أنه أكو ليدر بكل الأعمال، وليدرنا لهذا اليوم هو سيد محمد الشريفي اللي بالبداية سولفنا وياه عن طريقة الشغل، لكن هسه راح ندخل بكل التفاصيل والآليات الأساسية لهذا العمل. سيدنا حياك الله مرة ثانية. حياك الله أخوي. كمامتك بيدك. أي والله، لأن تعرفت إحنا من البداية طبقنا شروط السلام والأمان اللي طرحتها وزارة الصحة وخلية الأزمة، والحمد لله شكر احنا بالساحه. يعني قضيه التعفير، تعفير الخيم والمعقمات احنا هاي مستمرين بها بشكل يومي، وباقع يعني مرتين باليوم تتعفر الخيم وتتعقم. موافقين. كذلك ملتزمين احنا بارتداء القفازات والكمامات. بس تعرف انت شوي، لان قضيه العمل بالشغل الماكينه ولاده كقفازات ما نقدر، بس باقي شو اسمه احنا ملتزمين ان شاء الله. موافقين ان شاء الله. سيد يعني الكربلائيين بصوره عامه يعرفون سيد محمد انه مسؤول الدعم اللوجستي لساحه التظاهرات. بمجرد ان دخول كورونا انتقل الى صناعه الكمامات. اول شيء سولف عن هذا الحافز والدافع اللي خلاك تنتقل من مكان لمكان اخر، رغم انه انت ممكن تكون ما مشتغل هذا الشغل سابقا. صح. بالحقيقه تعرف انت من بدايه انطلاق الثوره احنا اخذنا على عاتقنا انه نكون سند لاخواننا المتظاهرين والمعتصمين، ومن صارت الازمه تحتم علينا الواجب ان نقف هذا الوقفه مع هذه الازمه، وبلشنا بهاي الفكره. طبعا مثل ما نوه الاخ بها، الفكره هي للاخ كرار حباري، هو صاحب الفكره وصاحب قيمه الشهيد ريمون. تولدت عدة الفكرة وباشر بالعمل، وانطلقنا احنا ويا يعني مجموعة الشباب الساحة، مجموعة من الخيم انضمينا لهذا العمل واستمرينا، وان شاء الله باقينا لحد ما تنتهي الأزمة. ما شاء الله عليكم. طيب بصورة عامة خلي المايك بيدك. انتم تصنعون بثلاثة اشكال يعني او ثلاثة الوان، ما اعرف هسه الخامة هم مختلفة. هذه المادة الاولية لهذا العمل أساسية بهذا العمل، لو هو بسبب الحاجة صنعت هذه لا الخامة. هي واقع أنه هذا نوعية القماش إذا تشوف أستاذ أحمد أساساً أنه هو هذا الأبيض. الأبيض اللي هو هذا أصلاً شوف أنه ملمسة أي فشوف أنت شوية أنه يكون ناعم. هذا استعمال يومي. بس بعدين شفنا أنه هذا القماش ما يقل شين عنه، بس لكن شوية أثخن. فهذا ممكن أنه تستخدمه وتنغسل وتتعقم مرة ثانية وتستخدم أكثر من 4-5 أيام. أها زين. من المتبرع بهذا العمل؟ يعني أكيد أكو فد تبرع لهذا العمل حتى يستمر. صح. بداية كان هو بجهود ذاتية من شبابنا اللي بالساحة، وما أخفيك أنه بعض بيوتات كربلاء ناسنا أهل كربلاء الطيبين اللي هم مشهودة لهم بهكذا أزمات، الحمد لله وشكر ما قصروا. بيوتات كربلاء دعمونا ومستمرين لحد الآن بالدعم. شكرا لهم، شكرا لكل اللي ساند بهذه الأزمة من فرق تعفير، من توزيع السلات الغذائية، وأيضا اللي يصنعون كمامات، وكل المساهمين. يمكن حتى لو يساهم بمنشور بسيط ممكن يوصل فكرة عفوا الحرص على المواطنين. لكن خلي أسألك عن عدد أو الكمية اليومية، أكو عدد معين أو كمية معينة لهذا الإنتاج؟ بداية إحنا تعرف إنه أغلب الشباب هم مو مهنتهم، بغض النظر عن إنه عندنا شباب خياطين. بعد ما وجهنا لهم النداء التحقوا. أيضا تحياتنا للأخ مروان الصالح اللي هو خياط وأيضا متفرغ. أبو رهف اليوم استراحته، لأن تعرف اتصل له فترة نزوله ما نازل، فاليوم هو نزوله مساعد أنطيناه. الله يسلمك إن شاء الله. فحقيقة يعني عندنا قلت لك يعني انه شباب هم مو مهنتهم، بس تعلموا. فتعرف انت انه ببداية تعليمهم انه يكون الانتاج قليل، فبلشنا بقضية انه 250-300 كمامة باليوم. بس الحمد لله والشكر اليوم وصلنا حاجز 2000 كمامة باليوم. بس ما اقتصر الامر على بس الخيمة هاي، لا عندنا خيام ثانية اللي بيها العلوية ومسام، وعندنا مثل ما وضح الاخ بها السعدي انه عندنا بعض نسائنا الكربلائيات الاصيلات اللي انضمنوا ويانا. بس تعرف انه قضيه الوضع
انه ما يقدرن يجين او يشتغلن هنا، فكانت انه القضيه من بيت ان يشتغلن. والحمد لله شكر اليوم عندنا اكثر من 30 ماكينه جات تشتغل ما شاء الله بشكل يومي. بشكل يومي طبعا. طيب مدى تعاون مديريه الصحه وياكم او وزاره الصحه ككل؟ واقع احنا طبعا دائره صحه كربلاء مشكوره المتمثله بالدكتور صباح الحسيني، ابدوا استعدادهم وتعاونهم التام، والحمد لله والشكر احنا على تعاون مستمر معهم، يعني مو بس بهاي الازمه، سابقا بكثير امور احنا متعاونين وياهم، وخلال هاي الازمه صار التعاون انه نشتغل الكمامات نسلمهن لهم، بعد هم انه يقومون بعمليه تعقيم الكمامات، تعرف انه كضواب الصحيه معقمات خاصه، فهم جاي يشتغلون انه يعقمون هذا ويتم التوزيع. التوزيع راح يكون على اشرفتوا على اليه التوزيع في واحده من المرات سيد؟ احنا كان انه بعد يعني تعرف انه اكو بيهم ناس يعرفون او عرفوا انه بينا احنا من الساحه هنا موجودين، فيجون يعني اللي يريد لثلاثه اللي يريد لخمس كمامات كعوائل. اي فدار صحه كربلاء باليوم اللي نسلمهم فيرجعون هم فد وجبه، يعني نقول فد 100 150 كمامه هذني توزعون معقمات طبعا، اذا يتم توزيعهم مباشر منا من الخيمه. اما البقيه فاخذت على عاتقها دار صحه كربلاء مشكوره توزيع الكوادر الصحيه على فرق التعفير اللي هم البعض من عندهم او الاغلبيه هم من ابطال الساحه اللي طلعوا فرق التعفير بالمناطق، توزيع السلات الغذائيه للشباب اللي يطلعون كل شباب الساحه هم تكاتفوا بعض. فذول يعني يصير تسليمهم من قبل دار صحه كربلاء مثل بالاخ سيد امجد، فهو اخذ على عاتقه هذا الموضوع. سيد امجد متعاون جدا طبعا، يعني نوجه له التحيه ومتعاون جدا معانا، ونشكر جهوده اللي يبذلها مع اخواننا المتظاهرين. برايك شبابنا ممكن في يوم من الايام يتخلون عن الدفاع عن الأزمات اللي تمر بالعراق؟ والله بالحقيقة أستاذ أحمد احنا وصلنا لمرحلة الغربلة بالمظاهرات وبكورونا وما تخلف. صح صح، بس يقول لك أنه دائماً أنه بالأزمات أو بالملمات يبين معدن الرجال والناس اللي الوطنيين اللي عندهم غيرة على وطنهم على شعبهم. والحمد لله والشكر اليوم أنت تشوف الشباب تسابقت بهذا الأمر، يعني شباب مثل عندنا شباب نحن جاي يصنعون الكمامات، عندنا شباب طلعت بالسلات الغذائية، فرق التعفير، وصار يعني فتح حافز كل الشبير، يعني حتى اللي الناس كانت ما تطلع قبل من الشباب اليوم نشوف لا أكو الشباب جاي تطلع وجاي تساهم وجاي بقدر المستطاع، يعني بأي صورة يحاول إنه يساعد ويخدم لحين انتهاء الأزمة. تعتقد يوم من الأيام ممكن نمر بيوم واحد يوم بدون إنه يجي شخص يقدم معونة بتبرع من أجل استمرار هذا العمل؟ ما اعتقد، لان يعني الناس يعني حتى يعني في القضيه انت نبهتنا عليها انه قضيه الناس المتبرعين، قضيه الناس المتبرعين يعني الحمد لله والشكر قلت لك، يعني هذا مثال ناسنا الطيبه، ناس اللي تربت على مبادئ الامام الحسين بالعطاء وبالكرم، تعاليمهم من اهل البيت سلام الله عليهم، فهاي الشيء هذا متأصل بهم الكرم والوقوف بالملمات وبالشدائد، فالحمد لله شكر الناس جاءت تتسابق بالتبرع في سبيل القضاء على هاي الأزمة. ما شاء الله، حتى إذا طالت الأزمة احنا باقين بمنطقة آمنة من هذا الموضوع، مستمرين إن شاء الله. ما شاء الله موافقين. طيب سيد بالأخير أريد توجه كلمة لكل شخص ممكن بخل بجهد يقدمه بهذه الأزمة. والله بس على كيفك يا استاذ احمد، يعني ما اعتقد انه يعني احنا اولا هي من دائما انا اعول على قضيه الانسانيه، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر ميزه عن سائر المخلوقات بالعقل وانعم عليه بهاي الانسانيه، يعني ليش يقولون الانسان؟ فبحد ذاته هاي الكلمه هو يعني على الشخص اني يعبر عن انسانيته، وما اعتقد انه اكو يعني امر او فشده مثل هاي الشده اللي احنا جاي نمر بها يعني يعبر عن انسانيته، يعني الانسان اهم شيء انه يعبر عن انسانيته، وما يعني ما اعتقد انه فد له فد مسوغ او فد عذر انه يبخل بهذا الشيء. انا اعرف الشباب هو يسمعون كلامك اخوتي دول هو منطينك صفه انه الاخ الكبير او الاب، في حال انه صارت اعراض كورونا عند واحد من الشباب شنو هو الشيء راح يسوي؟ ننحجر كل احنا كلكم؟ كل احنا ان شاء الله بعيدين عن الحجر. خلي قبل لا اختم وياك
احنا عندنا راعي رسمي لهذا البرنامج اللي هي معجنات وحلويات شانديز اللي كان في حي الموظفين في كربلاء. مقدمة هدية. لكن الهدية لازم اكو سؤال. سهلة. بما انه احنا في شهر شعبان المبارك، عاد الله علينا وعليكم ان شاء الله بالخير والبركه، وان شاء الله ندخل شعبان الجاي والعراق بالمرتبه الاولى بالعالم بكل شيء ان شاء الله. اظن ان الشباب يستحقون هذه المرتبه ان شاء الله. سألك سؤال سهل وصعب. والله سألك على جدك. اي جدي. يا يوم ولاده الامام السجاد سلام الله عليه. الامام السجاد سلام الله عليه على بيت طاهرين طيبين. ولاده الامام السجاد هي يوم 5 شعبان. بس انا هذا الكيكه صارت بعد حلالك. الكيكه صارت حلالك، قررت اسالك سؤال ثاني. طيب خلي يجون شبابنا يقدمون الكيكه حتى مو تاكلها وحدك سيد. والله بالنهايه انا جدا اشكرك، اشكر هاي المجاميع الطيبه من الشباب اللي الله يوفقهم دائما وابدا. شكرا لشانديز ايضا. عليكم السلام سيد مصطفى. السلام ورحمه الله. انا عفويا صارت ستاند. هاي الكيكة مقدمة من معجنات شانديز لكم. مشكورين إن شاء الله جداً. تكون طيبة وتليق بكم. مشكورين جدا وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم بالمهلي. أي وقت إن شاء الله نلتقي بك بعد فترة وجيزة. إحنا منتين من هذه الكارثة إن شاء الله. ونرجع إن شاء الله العراق وموطن يرجع يرفع، ونتمنى السلامة والصحة لجميع الشعب العراق العظيم. وإن شاء الله أزمة، ونقول إن شاء الله عدت إن شاء الله جود الناس الطيبين والخير إن شاء الله. اعطيني اللوجو، أنت اليوم لابس نفس المايك مالتنا أما أحمر وأسود. إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة، يا رب التوفيق للجميع والسلامة لكل الموجودين بالفلكة وأيضا خارج الفلكة. تقبلوا تحيات كادر العمل، نلتقيكم إن شاء الله بغير حلقة. تقبلوا ايضا تحيات الراعي الرسمي لهذا البرنامج ولهذه الحلقه حلويات شانديز. في مالها.